الهاتف المستشار الاعلامي للنادي الاهلي الزميل الاعلامي فؤاد. مساء الخير على حضرتك يا استاذ شريف. مساء الخير كابتن محمد، تحياتي تحياتي ليك لحضرتك وتحيات كباتن مصر هنا في الاستوديو كابتن مصر شريف. والنادي الاهلي، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عبد الرحمن، ولمشاهديك وجمهور النادي الاهلي العظيم. يعني يا انا معاك رب ما شاء الله طبعا 3 اجيال استمتعنا بيهم، وانت الجيل الرابع. ربنا يخليك يا استاذ شريف وتحياتي ليك ومجهودك الكبير بتقوم بيه طبعا. خلينا اوضح هذه الجزئيه، جزئيه المستشار تركي الشيخ وتعليقه على بعض الاشاعات حول وجوده كرئيس شرفي للنادي الاهلي ومجهوداته الكبيره اللي بيقومها مع النادي الاهلي. انا بشكرك يا كابتن محمد الحقيقه على هذا الموضوع. يعني انت زي ما حضرتك تفضلت تعلم انه اولا النادي الاهلي يقدر ويكن ويقدر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه في السعوديه ورئيس الاتحاد العربي، والراجل بتربطه علاقه متميزه بالنادي الاهلي وداعم ومحب الحقيقه بكل ما يملك. ولهذا كان قرار مجلس اداره النادي الاهلي بالاجماع باختيار رئيس شرفي للنادي الاهلي، لادراك مجلس الاداره انه المستشار تركي آل الشيخ لن يتوانى عن دعم وتقديم كل ما يستطيع للنادي الاهلي، مش بس في فكره الدعم المالي او الصفقات او الكلام اللي بيصير، ولكن النادي الاهلي النهارده بيتكلم عن خاطره الرياضه العربيه مش بس المصريه كابتن محمد. صحيح. لما يكون في تعاون بين رئيس الاتحاد العربي لكره القدم واكبر نادي عربي افريقي نادي القرن، فده شيء بالتاكيد بيعود يعني بالفايده على الرياضه المصريه والعربيه. صحيح. على باب انه في البعض يعني لا يريد لهذه العلاقه المتميزه ان تستمر، وهو واهم، لانه الحقيقه حجم العلاقه وحجم الاحترام المتبادل بين مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وبين الاستشار تركي آل الشيخ خارج اي محاوله لوقيعه او نتيجه. امبارح على ما يبدو انه البعض دفع على الرجل بيان، مع انه مضمونه يعني ليس به ما يسيء. الراجل بيدعم، بيدعم ودعم ساعات الشر، قدم يعني دعم مالي للنادي لتطوير المنشات. ومش اول مره، بدون قطع كلام حضرتك، مش اول مره يعني اخواتنا في الدول العربيه بتدعم النادي من حبهم في هذا المكان الكبير. لا انا بكلمك كمان على موقف تحديدا يا كابتن محمد. فالراجل داعم، طبعا داعم، الراجل قدم الكثير وننتظر منه الكثير والكثير، خاصة فيما يتعلق بموضوع الاستاد زي ما حضرتك عارف وغيره. النهارده الحقيقة هو وصل ليه هذا الكلام، يعني نزل بالبيان اللي حضرتك قريته، حاجة بتعبر عن مكان وقيمة الرجل كقيمة كبيرة، وتأكيده على أن النادي الأهلي بيعلي مصلحته الحقيقة ويضع مصلحة النادي الأهلي في كل اعتبار، وأنه أساس هذه العلاقة هو الاحترام المتبادل، وأنه لن يفعل إلا ما يطلبه أو يرتئيه مجلس إدارة النادي الأهلي الموقر على حد وصفه برئاسة الكابتن محمود الخطيب. فده يعني أنا الحقيقة الموضوع يعني عايز أقول لهواة الماء العكر ومحاولات إظهار النادي الأهلي بالعاجز عن تمويل صفقاته أو إنه بيسعى للحصول على تمويل، يعني لا، يعني أرجو إن هم يعني يلعبوا غيرها إن صح التعبير، لأنه علاقة النادي الأهلي بالشرط تركي آل الشيخ في إطار الاحترام المتبادل، والنادي الأهلي نادي كبير قوي، كل من ينتمي إليه رئيس شرفي أو رئيس أو عضو أو داعم أو إداري يشعر بالشرف وبالصدق كبير يا كابتن محمد. حقيقي. وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. ما هو يعني يمكن هو أشار في الآخر قال القادم للأهلي أجمل ولن ألتفت للأبواق المستأجرة. دي حاجة يعني مميزة منه طبعًا المستشار تركي آل الشيخ. عندنا أخبار طيبة جدًا إن شاء الله. بكرة بعد مجلس الإدارة. وان شاء الله بس نتمنى كده النهارده انه فريق كره القدم النادي الاهلي يؤدي اداء متميز ان شاء الله، ان شاء الله يكون الفوز حليفه، ونهني حضرتك والاستوديو وجمهور النادي الاهلي، وبعدين بكره عندنا كلام كتير قوي ان شاء الله. ان شاء الله في اجتماع بكره. صحيح، في اجتماع بكره مع مجلس الاداره الساعه 3 والساعه 6 كده او 7 كده ان شاء الله، مؤتمر صحفي هنقله حصري على قناه النادي باذن الله كابتن. ان شاء الله. بشكرك استاذ شريف طبعا، متواجد معانا باستمرار، واكيد يعني احنا دايما بنحب نبقى محبين لاخواتنا في كل الدول العربيه، ودي